السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو الثاني. الفيديو الثاني ده بتكلم فيه باختصار شديد جدا عن الخصوصية، ودي أسوأ حاجة عندنا موجودة ما بين الشباب بشكل عام، وهو اختراق الخصوصية بتاعة الآخرين. هقول أمثلة كتيرة جدا، أكيد في ناس كتيرة وأكيد شباب عندنا عارفينهم او مرت بيها. بمعنى مثلا ممكن يكون حد ماسك ازازه ميه وحاططها جنبه، صاحبه ياخدها بدون ما يستاذن، ده رقم واحد. رقم اتنين، يشرب من ازازه الميه، وطبعا ده غير لائق تماما كفعل. يعني من الحاجات برضو اختراق للخصوصيه، ماسك ساندوتش وبتاكل فيه، فيجي صاحبك ياخد منه قطمه ويرجعه لك تاني، ده مش حاجه حلوه خالص. ده برضو خصوصيه. ماسك الموبايل، ماسك حبة ورق، تلاقي حد بيبص عليك وانت بتكتب، ممكن وانت بتكلم حد عايز يشوف الورق اللي في ايدك ده ايه اصلا، انت ده ايه مثلا، هل ده مثلا سي في انت عامله، هل في ورق، هل في امتحان، هل في حاجة، طبعا ده غير مقبول تماما. من الحاجات السيئة جدا اللي احنا بنشوفها في الشارع، وانت واقف مثلا عند مكنة ATM، فبتلاقي كل الناس حواليك جاية وداخل عند الاي تي ام جنبك بالظبط، عايزه تشوف الباسورد، عايزه تشوف رصيدك، تقول لك دوس هنا ودوس هنا ودوس هنا، لا اعمل كذا، حتى لو المكنه معلقه يقعد ينصح فيك، انا يا سيدي لو محتاجك اقول لك، ما تجيش انت تشوف عايز تشوف عندي ايه مثلا، او انا هسحب فلوس قد ايه. طبعا دي من اسوأ اللي هي بتطلعك خارج الشعور خالص. يعني كل الاديان اتكلمت عن احترام خصوصيه الاخرين. لا لنا لن لن انت تحب تتكلم عن حد تاني، ولا حد يجيب سيرتك، ولا تقول اي حاجه من دي. فمن الادب طبعا لخصوا خصوصيه البني ادمين في حته الادب، من الادب ترك سؤال الناس عن امورهم الخاصه. وفي حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في مقوله مهمه جدا سمعتها عن الجزء بتاع الفيديو اللي فات والفيديو ده، اللي هو نصف الحكمة في الصمت، ونصف الراحة في عدم مراقبة الآخرين، ونصف الأدب في عدم التدخل فيما لا يعنيك، ورأس الحكمة هي مخافة الله سبحانه وتعالى. فطالما أنت بتعمل الحاجة دي لوجه الله سبحانه وتعالى، احترام خصوصية الآخرين، طالما أنت ما بتحبش حد يخترق خصوصيتك، ما تخترقش خصوصية الآخرين. شكرا يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.